المنتخب الأردني جيد جدا رغم رحيل عموتة، يعني رحيل عموتة، قدوم السلامي هو يعني صراحة اعتراف بعلو كعب المدرب المغربي محسن. استمرار للنجاح وتشابه أو وجود تقاطع ما بين المدربين أنهم يتحملان الضغط، عندهم ألقاب طبعا على المستوى الوطني، واحد مع الرجاء وواحد مع الوداد، وكيتبتوا أنهم واحد البروفيل، واحد التقاطع، في واحد الصورة، في واحد الملمح أنهم قادرين يقودوا المنتخب، يكونوا سفراء. انفاش دونك الكاف وقت اللي خرج بليغ وقال انا لا ما مش صحيح، وقت اللي خرجت المعلومه انه الكان باش توخر الناس تعرف اش تقول، لانه فما ضغط كبير من الفيفا من الانديه. موسم 2025 باش يكون موسم استثنائي من ناحيه عدد المباريات مع مونديال الانديه اللي هو باش يكون استثنائي. توا نشوفوا في نهايه اورو باش يدخلوا في البطوله، عندهم كيف كيف من بعد مونديال الانديه ماراثون تاع مباريات، ما تنجمش تنشيني معاه كاس افريقيا مستحيل. دونك نرى انه تاجيله ديسمبر. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز الخبر. في هذا الفيديو اصدقائي نشوفوا الاعلام المغربي شنو قال على استقاله الحسين عموتة مدرب المنتخب الاردني وتعويضه بالمدرب القدير جمال السلامي اللي جا هو يعني مدرب ذو كفاءه عاليه، ويعني ما قدمه الحسين عموتة نتمنوا لجمال السلامي حتى هو يتفوق ويتوفق كما توفق حسين عموتة في المسيره ديالو مع المنتخب الاردني. كذلك غادي تشوفوا الاعلام التونسي شنو قال على تاجيل كاس امم افريقيا 2025 وشنو هما شنو هو السر والظروف اللي خلات الكاف انها تاجل كاس امم افريقيا اواخر ديال 2025 من ديسمبر الى يناير. اصدقائي ما غنطولش عليكم، خليكم تفرجوا ونتلاقاو في الاخر ديال الفيديو. مغادره عموتة للمنتخب الاردني، يعني هذا المدرب اللي يتألق مع منتخب النشامة قاده لأول مرة لنهائي دوري كأس آسيا، وأيضا تأهل مؤخرا للدور الحاسم المؤهل للمونديال، ورغم ذلك عموتة يغادر السفينة ويتولى أو يسلم المشعل لمدرب مغربي آخر اللي هو جمال السلامي. عموتة قائد ديال المدربين المغاربة وهو سفير الكرة المغربية في الدول العربية، عطى واحد البصمة اللي هي مشرفه لاي رياضي واي كروي اي مدرب مغربي في الدول العربيه، خصوصا مشى لواحد البلد اللي هو الاردن، اللي ربما الاردن ما نقولوش كانت هي رائده في عالم كره القدم، يعني الاحلام او الامنيات ديال الاردن هما انهم يتاهلوا كاس العالم. حنا بالنسبه لنا كمغاربه تجاوزنا هذه المرحله، ولينا الطموح ديالنا اكبر، وصلنا مرتبه الرابعه دابا كنفتشوا مع ما شي حاجه اكثر. نعم. وهذه هذا طموح مشروع واحلام مقبوله. انتقل هو عنده تجربه سواء في قطر ولا في الفتح الرباطي ولا في الوداد اللي ربما ادى معها كاس افريقيا، يعني بالنسبه لنا احنا كمدربين وكرياضيين يعني اضافه نوعيه، حقق اللي ما يتحققش بالنسبه لنا. نعم، حقق نتائج كبيره، والجميل هو انه المغادره ديالو يعني الخلف ديالو غيكون ايضا مدرب مغربي، وهي كانت بطريقه سلميه المغربيه. غير غنسمح لي السي عطيف. نعم. غنشوفوا ماذا قال احمد الملاح وهو صحفي رياضي اردني ثم نعود. طبعا الخبر كان صادما للجماهير الأردنية والمتابعين المنتخب الوطني. كانت الجماهير الأردنية تتمنى استمرار عموتة مع المنتخب الوطني، لا سيما بعد التأهل إلى الدور الحاسم والدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وبعد الأداء الكبير للمنتخب الوطني والإنجاز الاستثنائي في كأس آسيا الماضية في قطر والحلول في مركز الوصافة. كنا نتأمل كمتابعين أيضا أن يواصل عموتة رحلته الفريدة مع المنتخب الوطني بوجود مجموعة جيدة جدا من اللاعبين وأفضل جيل أردني. الاتحاد الأردني فضل الاستمرار على نفس النهج والاستعانة بالمدرب سلامي والاستعانة بالمدرسة المغربية مجددا، وأعتقد أن عموتة ساهم في قدوم سلامي الى تدريب المنتخب الوطني. بنعرف الصداقه الكبيره بين المدربان، واعتقد ان الاتحاد الاردني كان على علم منذ وقت ليس بالقصير برحيل عموتة، لذلك قام بالتعاقد مع المدرب سلامي ليكون بديلا لعموتة. ستكون مهمه ليست بالسهله، لا سيما ان الجمهور الاردني سيقارن فترة عموتة بفترة سلامي، ولكن أعتقد أن الوضع الحالي للمنتخب الوطني حتى برحيل عموتة هو جيد جدا.
يعني وضع المنتخب الأردني جيد جدا رغم رحيل عموتة، يعني رحيل عموتة، قدوم السلامي هو يعني صراحة اعتراف بعلو كعب المدرب المغربي محسن. استمرار للنجاح والتشابه أو وجود تقاطع ما بين المدربين أنهم يتحملان الضغط، عندهم ألقاب طبعا على المستوى الوطني، واحد مع الرجاء وواحد مع الوداد، وكيتبتوا أنهم واحد البروفيل، واحد التقاطع في واحد الصورة في واحد الملمح أنهم قادرين يقودوا المنتخب، يكونوا سفراء إلى جانب مدربين آخرين اللي كانوا مشاو الطوسي وفاخر في تونس والزاكي لما حرز اللقب في الجزائر ثم الركراكي في قطر ثم أيضا السفري إلى غيره. عندنا عندنا واحد ترسانة ديال المدربين اللي ممكن يمثلوا، ولكن للأسف البطولة المغربية تسد مدرب، يعني تسد فرق الأولى في الترتيب مدربين أجانب. كان كأس أفريقيا الأمم 2025 ينطلق 21 ديسمبر 2025 ينتهي نهار 18 جانفي 2026. الموعد هذا بين عام 2025 طبعا آخر أيامات 2025 وأول أيامات 2026، فيها كالفاكونس متاع نويل، ممكن راعى الكاف، الكاف طبعا بإملاءات من الفيفا وممكن حتى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية الأوروبية التي تضغط، يختار هذا الموعد اللي فيه فاكونس باش ما يتحرمش الفريق الأوروبي اللي عنده لاعبين أفارقة من خدمات لاعبيه في فترة حساسة كما مثلا أوائل شهر فيفري في تشامبيونز ليغ. توا هذايا تأجيل به لأنه برشا عباد ما عرفوش يقراوا البلاغ الأخرين نتاع الكاف اللي حكى فيه على تأجيل موعد الكأن، والناس الكل خارج التيتروات انه الكاف ينفي تأجيل الكأن، وهو البلاغ كي تقراه انه هو الكاف لم ينفي، ولكن قال سيقرر في اجتماعه انه هو باش يوخر ولا ما يوخرش، ما نفاش. دونك الكاف وقت اللي خرج بلاغ وقال انا لا ما مش صحيح، وقت اللي خرجت المعلومه انه الكأن باش توخر الناس تعرف اش تقول، لانه فما ضغط كبير من الفيفا من الانديه. موسم 2025 باش يكون موسم استثنائي من ناحيه عدد المباريات مع مونديال الانديه اللي هو باش يكون استثنائي. توا نشوفوا في نهايه اورو باش يدخلوا في البطوله، عندهم كيف كيف من بعد مونديال الانديه ماراثون تاع مباريات، ما تنجمش تنشيني معاه كاس افريقيا مستحيل. دونك نرى انه تاجيله ديسمبر 2025 بدايه جانفي في 2026 هو احسن قرار مع كاس العرب معك اكزاكتومون. دونك مش اما ليه بالنسبه للموسم 25 نراه قرار صائب لفائده اللعب، لانه ماراثون كبير ياسر وغير قادر لاعبين على مستوى عالي هكا من التنافس انه باش يحافظ على روحه المده هذه كبيره، تزيدوه تشامبيونز ليغ، تزيدوه المسابقات الكل. دونك ما تنجمش تكمل عندك كما قلت لي المسابقات هذيك القاريه تشامبيونز ليغ كاس الكاف في اوروبا تشامبيونز ليغ وكوب دو ليفا وكونفرنس ليغ وهذا كل عندك. مونديال دي كلوب اللي هو في صيف 2025 انطلاقا من منتصف شهر جوان، من بعد عندك كاس العرب في قطر في نوفمبر، وبعد عندك كوب دافريك في اواخر شهر ديسمبر 21 ديسمبر توفى نهار 18 جانفي 2026، من بعد عندك مونديال. وهذوما تابعين لورو هذه والاولمبياد، عندك لورو والاولمبياد. الاولمبياد ممكن اقل ضغط لانه فما لاعبين يلعبوا، معناها اليوم تو اليوم راهو نحكي ناخذ اكزامبل لامين يامال. لامين يامال مش نعرفش شنو هو ما ينجمش ترفض، لو كان اسبانيا تعيط له من شوف قانون الاسباني ما ينجمش برشلونه المفروض مثلا تصور لامين يامال يلعب اورو ويلعب فينال ويلعب جوز اولمبيك ويرجع البطوله ويلعب تشامبيونز ليغ ويلعب مونديال انديا من بعد، شنو ماراثون الحقيقه، ماراثون كبير، ماراثون اللاعب هو الخاسر في نهايه المطاف. يلا فاصل اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى من هذا الفيديو يكون الاعجابكم، خلوا اراءكم تعليق لايك والبارتاج، كذلك اخوتي الاعزاء نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد موضوع جديد والسلام عليكم.